طيب احنا قلنا هناخد مسألة حليناها المرة اللي فاتت وهنحلها المرة دي بطريقة مختلفة. واحد ناقص ساين اوف اكس دي اكس اهي كده هنا. بص يا سيدي، لما تلاقي في تحت في المقام دالة مثلثية فرضاني كده، او قدامها ثابت او قدامها ما فيش اكسات بقى اللي هو لوحدهم، لا الاكسات دول داخلين جوه الزوايا، يعني انت بتحس ان الموضوع ده ممكن يتحل بكده. والله احنا بنفكر في طريقة بطويلة شوية ولكن هي ليها حل في النهاية وبسيطة، وبنستخدم فيها معظم افكار الرياضة والبري كالكولاس اللي احنا ممكن نعرفها. الطريقة دي اسمها طريقة تان نص الزاوية. ازاي؟ احنا بنفرض ان احنا عندنا تي بيساوي تان اكس على الاتنين، يعني اكس على الاتنين بيساوي تان انفرس اوف تي، يعني الاكس بيساوي اتنين تان انفرس اوف تي. يعني نقدر نقول ان الدي اكس بيساوي اتنين على تي تربيع زائد واحد. وبعدين في الدي تي طبعا ايه بعد، يعني انا بس شرحت لك يعني التحويلة والكلام ده كله، بس وبعدين برضو احنا عايزين بقى، يعني انا دلوقتي فرضت تان اكس على الاتنين وانا معايا ساين اكس، مؤاخذة اوصل الكلام ده للكلام ده ازاي؟ نيجي نبص، انا بقى بحب الحتة دي. احنا عندنا ساين اوف اكس بيساوي ساين اتنين اكس على الاتنين، مش كده؟ طب ايه رأيك نقول ان هو بيساوي ساين اتنين في اكس على الاتنين، فاهم؟ يعني الاتنين دي جوه في الزاوية، بس ايه يعني انا مفصصها شوية، يعني اقدر اقول ان دي زاوية ضعف الزاوية، فكها قانون ضعف الزاوية، يعني هيساوي اتنين ساين اكس على الاتنين كوزاين اكس على الاتنين، مش كده؟ طيب وبعدين بعد ما وصلت للمنظر ده، ايه رأيك ان انا هضرب هقسم على كوزين واضرب في كوزين، حلو كده؟ يعني اقول بيساوي اتنين ساين اكس على الاتنين على كوزين اكس على الاتنين بيساوي تان اكس على الاتنين، اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي تي، اتنين تي. قلنا هرجع اضرب تاني في كوزين، يبقى هيساوي كوزين تربيع اكس على الاتنين هيساوي اتنين تي، وكوزين اكس تربيع على الاتنين اقدر ان انا اقوم جاي ناقلها تحت وتبقى سك، صح مش كده؟ يعني انا لو ضربت، يعني لو قسمت عليها، يعني فاهم انت، انا نزلتها تحت وغيرتها، يعني خليتها بدل ما هي كوزين لا خليتها بالسالب واحد، هتبقى سك تربيع اكس على الاتنين. السك تربيع احنا عارفين ان هو بيساوي تي تربيع زائد واحد، يبقى اتنين تي على تي تربيع زائد واحد. شفت المنظر بقى عامل ازاي في الاخر؟ ساعتها بقى بنقوم جايين عاملين ازاي؟ بنقوم جايين قايلين تكامل، ادي كده الاتنين، ونقول ادي كده عندي الكسر، واحد على واحد ناقص، قلنا اتنين تي على تي تربيع زائد واحد، ونسيبهم كده عشان نوحد المقامات، في واحد على تي تربيع زائد واحد، طبعا الاتنين دي المفروض هنا في الدي تي. ممكن ان انت تضرب الايه التي تربيع زائد واحد ده في الكلام ده كله، فيدي لك واحد على تي تربيع زائد واحد ناقص اتنين تي، لان انت لما ضربت التي تربيع طارت مع التي تربيع. طيب وبعدين وصلت المنظر اقدر احله باكمال المربع. واحد يقول لي ليه اكمال المربع؟ ما اقول له اهو انا عندي المنظر ده، يعني اصلا مربع كامل لو تاخد بالك، مش محتاج ان انا اعمل له اكمال مربع. بص كده، ادي كده واحد على تي ناقص واحد الكل تربيع دي تي، ايه ده؟ ده مربع كامل اهو، لو قلنا تي ناقص واحد تربيع يبقى تي تربيع ناقص اتنين تي زائد واحد. طيب جميل جدا، فين تفاضل الكلام اللي جوه الدالة؟ احنا عندنا الدالة اللي هي التربيع دي اللي جواها مين؟ تي ناقص واحد، تفاضله ايه؟ بي دي تي، التفاضل بتاعه موجود اهو، يبقى زود الباور واقسم على الباور الجديد، الباور الجديد اللي هو سالب واحد، يبقى هيكون تكامل سالب واحد
لا من غير تكامل بقى، على تي ناقص واحد، يعني باور جديد بقى سالب واحد هو بقى تحت في المقام. وقلنا ان التي دي اصلا بتساوي تان اكس على الاتنين، يبقى واحد على تان اكس على الاتنين ناقص واحد زائد الثابت طبعا، ويبقى ده حل المسألة بأسلوب تاني جدا عادي، مفيش أي مشاكل، والمسألة صح برضو، فاهم؟ هي equivalent لبعض، هما الاتنين equivalent لبعض.